بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرئيس الأمريكي بايدن التقى بالرئيس الأوكراني زيلينسكي في هيروشيما. قال له إيه؟ قال له اللي انت حققته لبلدك ده شيء مذهل، ويجب على العالم أن يقف ويتأمل ما حققته أنت لبلدك، وأنا نيابة عن الولايات المتحدة أقول لك بالفعل أنك أذهلتنا بهذه الأمور الرائعة. وقعد يركبوا السريع بهذه الطريقة، يركبوا السريع يعني يخدعوا ويخادع فيه. فالخلاصة الكلام هذا يا أبو الأبطال فكرني بإيه؟ فكرني بمسؤولة الاتحاد الأوروبي اللي كانت بتيجي مصر وتقول للثوار هناك في مصر أنتم أذهلتم العالم بصمودكم، أنتم أذهلتم العالم بالثورة السلمية اللي قمت بها، أنتم في الحقيقة أبهرتم العالم. إيه اللي حصل بعديها؟ اللي حصل إن الثورة اتسرقت والدنيا خربت، وقتلوا الرئيس الشرعي الوحيد اللي جاء مصر، وجاء السيسي كلب الصهاينة المخلص. وطيب إيه هو اللي حاصل في أوكرانيا بالمقابل؟ الدنيا كلها خربت، تم تدمير أوكرانيا عن بكرة أبيها. أوكرانيا عايزة لها 600-700 مليار عشان تقدر تعيد البناء بتاعها، بالإضافة لديون تانية برضو بمئات المليارات اللي هي كلفة الحرب. على فكرة السيسي عارف ان هو طرطور، وزيلينسكي عارف ان هو طرطور، والسيسي عارف ان هو ما يقدرش يعصي الامريكان، وزيلينسكي عارف ان هو ما يقدرش يعصي الامريكان، والسيسي عارف ان الخراب اللي بيعمله ده بيصب في خزائن الشركات الامريكية. خد بالك بقولك خزائن الشركات الأمريكية وليس خزائن الحكومة الأمريكية. وزيلينسكي عارف ان الحرب اللي هناك كمان هي في صالح أمريكا وهي لإضعاف الروس، ولكن لا ده يقدر يعمل حاجة ولا ده يقدر يعمل حاجة، لأن أمريكا هي اللي عينتهم هما الاثنين. أمريكا هي اللي أمرت من تحت الترابيزة أو من تحت الطاولة بالانقلاب في مصر، وأمريكا هي اللي عملت الثورة الملونة اللي أطاحت بالرئيس الأوكراني اللي كان قبل زيلينسكي اللي كان موالي لموسكو، وجابت زيلينسكي مكانه وعين الطراطير. مش معنى كده أن الرئيس اللي قبل زيلينسكي كان كويس، لكن على الأقل خالص كان معادي للغرب وما كانش مستعد للحرب مع الروس، وما كانش مستعد أن هو يعمل الأمور اللي حصلت دي كلها. لا يا ابو الشباب، الغرب لما يمدح الرؤساء دول تعرف ان هم بيحققوا مصالحه، ولما يعديهم تعرف ان هم بيعصوه ومش عايزين يذبحوا كالبقر في سبيل الغرب. يعني مثلا خد عندك المثال، المديح اللي نازل على زيلينسكي والزمان كان نازل على حسني مبارك، ده كله مصدره ايه؟ ان الاتنين بيخربوا البلاد. طيب على فكرة هم ما مدحوش السيسي كتير لأنه كان انقلابي وواضح، وما كانوش عايزين يفقدوا مصداقيتهم قدام الناس أكتر من كده، لكن هم كانوا بيمدحوا مبارك بدلا منه. فلاحظ بقى في المقابل يا أبو الأبطال إن هم عمالين يكرهوا في أردوغان ويشيطنوا في أردوغان ويشتموا في أردوغان، وما احناش عارفين ايه هي الاسباب اللي بيخليهم يشتموا في اردوغان. بيقول لك ديكتاتور، تراجعوا عنها على فكرة لاحقا، بيقول لك ديكتاتور وبيقول لك ان هو سيطر على مفاصل السلطة ويقول لك ان هو عمل كذا وكذا وكذا. طيب ما تطلوا للسيسي وتطلوا للبغال العرب في عشرات الالاف، في مئات الالاف في السجون. طلوا على قيس سعيد مثلا، طلوا على المساجين اللي عند أمير المدمنين في المغرب، طلوا على الحالة السياسية في الأردن والمعارضة أخبارها إيه. ده كله يا أبو الأبطال ولا يهز شعرة في التقارير الأمريكية، مجرد تقارير من وزارة الخارجية بتخش الدرج وخلاص على كده. ده اللي حاصل، والسلام عليكم.